النجم خالد عجاج والنجمة كارول سماحة. ترتتا. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى. فنان زي الممثل مهم جدا انه يتقمص كل الادوار وكل الشخصيات اللي ممكن يواجهها. بحاول اني اعمل شيء يشبهني بكل صدق اللي بحسه عم بعمله. اللي صاير ان عندنا لوني مختلف شوي عن الباجين، بس طبعا في منافسه على اللي مين يقدم الافضل. ويلي يا بوينا وينا وينا. هالاغنيه اثرت فينا كلنا بكل العالم العربي، فما لقيت احلى من في ناس غنيها مع الاستاذ خالد عجاج. ترتتا السبت 11 مساء على تلفزيون الحياه.